إلى السودان، حيث قال المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم للتلفزيون العربي، قال إن التحالف سيبدأ سلسلة اجتماعات لتشكيل لجان مختصة للعمل على خطوات الاتفاق الإطاري، منها اللجنة الخاصة بمعايير تسمية رئيس الوزراء ولجان أخرى متصلة بملفات التفاوض الممثلة في قضايا العدالة الانتقالية والإصلاح العسكري وتفكيك النظام السابق بجانب السلام. وأوضح شهاب إبراهيم أن لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية تجتمع اليوم لوضع خطة التواصل مع حزب البعث عضو الحرية والتغيير الرافض للاتفاق الإطاري، كما ستشرع في ترتيبات الاتصال بحركتي تحرير السودان والشعبية لتحرير السودان والمعارضين للسلطة الحالية وللاتفاق الإطاري. في المقابل، جددت مبادرة نداء أهل السودان رفضها للاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه بالقصر الجمهوري في الخرطوم بين مجموعة من القوى المدنية والمكون العسكري، ووصفته بالإقصائي والمضلل. وقال المتحدث الرسمي باسم المبادرة هشام الشواني إن الاتفاقات الإطارية تعني الاتفاق بشأن كليات ومبادئ عامة ولا تعني فرض نصوص ذات طبيعة دستورية وسياسية تمثل رؤية فصيل سياسي محدد، مضيفا أن الاتفاق تم وفق إملاءات أجنبية وتدخل خارجي على حد قوله. للمزيد حول تطورات الوضع في السودان ينضم إلينا من الخرطوم مراسل التلفزيون العربي التيجاني خضر. التيجاني، إذن يعني هذا الاتفاق الإطاري يعمل الموقعون عليه على إقناع شركائهم وبخاصة الطرف المدني بضرورة الانضمام إليه أو قبوله، كيف كان اليوم من ناحية التحرك السياسي وإلى أي مدى هناك حلحلة في المواقف؟ نعم، دعني أبدأ معك بآخر التطورات وهي التي تحدث الآن. أنا الآن في منزل سيد مني أركو مناوي، وهو قائد حركة جيش تحرير السودان وعضو في الكتلة الديمقراطية. هذه الكتلة هي الكتلة الممانعة والرافضة للاتفاق الإطاري السياسي. تعقد في هذه اللحظات مؤتمرا صحفيا حول مخرجات اجتماعها الذي انفض سامره قبل ما يقارب النصف ساعة من الآن. بدأ واضحا جدا الرفض العلني والصريح لهذا الاتفاق. المجموعات التي تنضوي تحت إطار هذه الكتلة، من ضمنهم يعني القائد من شرق السودان الناظر الأمين ترك، هو نائب رئيس الكتلة، حزب الاتحاد الديمقراطي الأصل ممثلا في رئاسة الكتلة، وأيضا وزير المالية قائد حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، هم أعضاء قيادة هذه الكتلة التي ترفض الاتفاق. يقولون بأنهم لم يطلعوا عليه تفصيلا، وأن النسخة التي نشرت هي تحوي على عيوب كبيرة جدا. وقال السيد جبريل بأنهم إذا أرادوا لنا أن نكون جزءا منها لابد أن نطلع عليها ولابد أن نراجعها، وقد نضع عليها تعديلات عليهم قبولها. وعد وأكد على أن سلام جوبا لا مناص منه ولن يتم التراجع عنه، وأن من يتحدث عن ذلك فهو يتعدى الخطوط الحمراء. بالنسبة لقضية الشرق، الناظر الأمين تركيا قال بأن قضية الشرق لا علاقة لها باتفاق جوبا. اتفاق جوبا تم مع العسكريين والحركات المسلحة، ولكن قضية الشرق هي قضية تخصهم ولن يسمحوا لأحد بالحديث عنها. إذن هو فصل قضية الشرق أيضا من اتفاق سلام جوبا. وبقية الأحزاب عبرت عن رأيها بالرفض الكامل لهذه الاتفاقية الإطارية، وإن بدأ أن هناك بعض المرونة للفهم كما قال الدكتور جبريل إبراهيم بأن لم يطلعوا على هذه الوثيقة، وأن من أراد أن نكون جزءا منها فيجب أن يطلعنا عليها. وقال أن على المجتمع الدولي عليه أن يقف موقف واحد وعادل بين جميع الأطراف. وعاد الأمين تركي وقال أن على دول مثل مصر وأثيوبيا عليها أن تتدخل كما تدخلت في الوثيقة الدستورية الأولى عام 2019، عليها أيضا أن تعود لتتحدث مجددا في هذا الاتفاق. إذن بشكل عام هذه الجهة الرافضة ترفض التفاصيل والبنود التي وردت في الاتفاق. من جهة أخرى، قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بدأ اليوم في اجتماعات تشكيل لجان. هذه اللجان تختص بتنفيذ البنود الواردة في الاتفاق الإطاري والانتقال من ثم إلى مرحلة اختيار رئيس الوزراء وتسميته. أيضا هناك القضايا الأربعة المؤجلة إلى ما بعد الاتفاق الإطاري، ستشكل لها لجان بحسب ما تم من مخرجات لمؤتمر الحرية والتغيير المجلس المركزي هذا اليوم أيضا. شكرا لك تيجاني خضر، مراسل التلفزيون العربي من الخرطوم.